دلوقتي خلينا نروح نصبح على لمياء حمدين نتعرف منها على اسعار الذهب والعملات واخبار الطقس. لمياء صباح الخير عليكي. صباح الخير عليكي جومانا. صباح الخير عليكي شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسمي. هنبدأ بالدولار الأمريكي، سعر البيع فيه 24 جنيه و62 قرش والشراء 24 جنيه و54 قرش. اليورو سعر البيع فيه 25.71 والشراء 25.62. جنيه استرليني سعر البيع فيه 29.97 والشراء 29.86. فرنك سويسري سعر البيع فيه 26.4 والشراء 25.94. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.47 والشراء 3.46. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.55 والشراء 6.52. دينار كويتي سعر البيع فيه 80.20 والشراء 79.91. أخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.70 قرش والشراء 6.68 قرش. ودلوقتي نشوف متوسط أسعار الذهب النهاردة، وهنبدأها بعيار 18. سعر السوق النهاردة فيه 1324 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1545 جنيه للجرام، عيار 24 1766 جنيه للجرام، وجنيه الذهب سعر السوق النهاردة 12360 جنيه. وبكده نروح مرة تانية لشاذلي وجمانة نكمل معاهم أو نبدأ معاهم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لمياء، شكرا جزيلا.